السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية البويرة لنقف على الأشغال تاع المهبط تاع طائرة الهليكوبتر بهذه الولاية. إذن هو في الضبط بمنطقة بشلول، سوف نشاهد الأشغال هذه اللي راهي يعني تقريبا النهاية، وللعلم أنه فيه عدة مهابط للطائرات الهليكوبتر في كل من ولاية بجاية وولاية كالما وولاية تيزي وزو، يعني في كل المناطق اللي عندها كثافة غابية فيها مناطق يعني قابلة للحرائق. وهذه المهابط نتاع الهليكوبتر يعني راهي قيد الإنشاء بالقرب من المسطحات المائية والسدود لتسهيل عملية الإطفاء نتاع الحرائق في المواسم الصيف المقبلة. إذن أنصحكم تتابعوا الفيديو هذا، والسلام عليكم. وفقا للتدابير المتخذة من قبل الدولة وبهدف إرساء نظام يقظة فعال لمواجهة الحرائق خلال موسم الاصطياف، تدعمت ولاية البويرة بمشروع مهبط الطائرات العمودية بمنطقة بشلول. إنجاز وفق المعايير المعمول بها عالميا، حيث ستستفيد منه ولاية البويرة بجاية وتيزي وزو. المشروع سيدخل حيز الخدمة في الأيام المقبلة. مبلغ المشروع 81 مليون دينار جزائري. بدأت الأشغال 22 مارس 2023 وسوف تنتهي مع آخر شهر ماي. لي ديمونسيون تاع لابلاتفورم 120 متر سير 100 متر كونستيتي دو 4 كوش. هذا المشروع اللي عنده أهمية بالغة من أجل تعزيز تدخلات مخطط تدخل الفرق الجوية، سواء المصالح الحماية المدنية أو فرق أو أفراد الجيش الوطني الشعبي. المشروع هذا جاء في منطقة الشريعة بلدية العجيبة لتوسط منطقة غابية ذات تضاريس صعبة وانعدام المسالك إلى الغابات. اختيار الأرضية في هذه المنطقة الاستراتيجية من حيث الموقع وتوسطها للغابات من جهة، ومن خلال أيضا قربها من مصادر التموين بالماء الشاروب، سيما بالنسبة لسد تل زديت. بالموازاة مع ذلك أيضا انطلقنا في تنصيب الورشات الخاصة بإنجاز المسالك الغابية على مسافة 91 كيلومتر. كما وضعت المصالح الغابية لولاية البويرة كل التدابير اللازمة للتصدي في حال حدوث حرائق. سطرت محافظة الغابات برنامج ثري ليدخل في برنامج 2023، يتمثل في تهيئة وفتح 91 كيلومتر موزعة على 17 الموقع عبر تراب الولاية. بالنسبة لعملية تهيئة المسالك سنباشر إنجاز 48 كيلومتر، بالنسبة لعملية الفتح 18 كيلومتر على مستوى شمال الولاية. أما بالنسبة لمنطقة السد الأخضر ستشمل مسافة 12 كيلومتر في مساحة السد الأخضر. هي من ضمن الاستراتيجيات المنتهجة من قبل الدولة بهدف الحفاظ على الثروة الغابية التي تعد دعامة قطاعات اقتصادية.